مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد نخصصها للحديث عن المشهد السوري والجديد فيما يتعلق بسحب المعارضه المسلحه المواليه والمدعومه من تركيا للاسلحه الثقيله في منطقه ادلب شمال غرب سوريا من قاذفات الصواريخ والمدافع الميدانيه والعربات المدفعيه. وايضا في المقابل نتحدث عن الجديد فيما يخص تشكيل لجنه لاعاده صياغة وكتابة بنود ونصوص الدستور السوري. للمزيد من التفاصيل والمتابعة حول المشهد السوري بشكل عام وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية والميدانية والإنسانية، يسعدني أن يكون معي ومعكم وعلى الهواء مباشرة في استوديو المشهد الأستاذ الدكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك. أهلا بحضرتك معنا، وتسمح لنا في البداية نتوقف لمتابعة هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار والمشهد السوري. من جديد يعود الجدل حول تشكيل لجنة الدستور السوري إلى واجهة الأحداث في سوريا، مع تبادل الاتهامات بين دمشق وحلفائه من جهة والمعارضة السورية من جهة أخرى حول تعطيل إطلاق اللجنة. وزارة الخارجية الروسية أفادت السبت الماضي أنه تم تفعيل العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتبقى الاتفاق على قائمة ممثلي المجتمع المدني. مصادر في المعارضة السورية أكدت أن الخلافات في شأن تشكيل اللجنة الدستورية أعادت الوضع إلى المربع الأول، فيما قللت مصادر مطلعة من إمكانية حدوث انفراجة حتى نهاية العام الحالي في هذا الملف. ورجحت المصادر أن موسكو تطلق بالونات اختبار لمعرفة مدى التغيرات في السياسة الأمريكية نحو سوريا. المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أعلنت أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية جرى بصعوبة، مشيرة إلى أن ليس كل المشاركين في هذا العمل يفكرون بشكل بناء، لكن روسيا تحاول تغيير الوضع ليجري العمل بطريقة بناءة، مشيرة إلى أن الإرهابيين يواصلون الاستفزازات في إدلب السورية. ومع تشكيكه في قدرة روسيا على فرض تعيين مبعوث أممي جديد يشاطرها رأيا كاملا في شأن الحل في سوريا، أوضح مصدر معارض مقرب من واشنطن أن الجانب الأمريكي لن يقبل أن يكون منفذا لتوافقات روسيا وتركيا وإيران، ويسعى إلى دور أساسي في تسوية مدعوما بسلاح إعادة الإعمار ودعم أوروبا. تقارير إعلامية أفادت أن جماعات المعارضة المسلحة تواصل سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي الذي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة حول إدلب. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. دكتور محمد مساء الخير ولك التحية من جديد. حقيقة المشهد السوري يعني به الكثير والعديد من التطورات المختلفة. دعنا نبدأ بالاتفاق الروسي التركي والذي يقضي بانسحاب المعارضة المسلحة الموالية والمدعومة والتي تتلقى يعني مساندة كبيرة جدا من تركيا أن تنسحب الأسلحة الثقيلة لها من منطقة إدلب أو شمال غرب سوريا على وجه الخصوص، وفي المقابل توقف الحكومة السورية أي محاولة ربما لشن أي عملية عسكرية على إدلب. كيف تابعت يعني الملامح العامة ونصوص هذا الاتفاق؟ يعني يأتي هذا الاتفاق بعد تعثر وفشل اتفاق آخر جمع الأطراف الضامنة لاتفاقات خفض التصعيد في الساحة السورية كل من روسيا وتركيا وإيران، لكن يبدو أن سمة تحول في تطبيق هذا الاتفاق وهو تحديدا ما بين كل من روسيا الاتحادية وتركيا. أهمية هذا الاتفاق أن هي بتشير أو ملمح معركة إدلب أن الحرب السورية بعد مرور ما يزيد عن 7 سنوات ونصف تضع أوزارها الأخيرة ونصبح إزاء
المعركة الأخيرة وهي معركة إدلب. معركة إدلب ليست كلها يعني مواجهات عسكرية ميدانية. في هذا السياق تم التوافق ما بين كل من روسيا وتركيا على أن تقوم تركيا، هذا ما تم التوافق عليه في 17 من سبتمبر الماضي، على أن تقوم بنزع أسلحة الجماعات المسلحة والتنظيمات الداعمة لها، وتحديدا ما يعرف بالجبهة الوطنية للتحرير، وهي الائتلاف الأساسي للمسلحين داخل الساحة السورية، بالإضافة إلى ليست فقط نزع الأسلحة وإنما انسحاب هؤلاء المقاتلين إلى مناطق ما دون الحدود في منطقة منزوعة السلاح في حدود ما يقرب من 15 إلى 20 كيلومتر. طيب، حقيقة الأمم المتحدة حذرت وبشدة من تحول الأوضاع في إدلب في حال شن أي هجوم عسكري إلى وضع إنساني كارثي ومأساوي. السؤال، هل نحن بحاجة إلى أن نستمع لهذا التحذير من قبل الأمم المتحدة وهو أمر بديهي ومعروف، ويعني بطبيعة الأحوال معروف أنه في حال شن هجوم عسكري سيتحول الوضع إلى وضع كارثي، هل هذا كل ما تملكه الأمم المتحدة، فقط التحذير من احتمالية تردي الأوضاع الإنسانية في منطقة إدلب، أم أننا يعني أم أن الأمم المتحدة على وجه الخصوص بحاجة إلى تحركات جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أوضاع إنسانية في منطقة إدلب؟ اللي بيحرك الأوضاع في كل بؤر الصراعات العربية وليست فقط البؤرة السورية ليست الأمم المتحدة وليست الجامعة العربية وليست المنظمات الدولية غير الحكومية، وإنما هي القوى الدولية والإقليمية الفعالة على الأرض، اللي هو خد أرض واستطاع أن هو يسيطر على مناطق وان هو يشبك مصالح بشكل او باخر. عندنا ثلاث اطراف هم اللاعبين الاساسيين على الساحه السوريه فقط، روسيا، تركيا، وايران، وفي مرحله لاحقه ممكن ان نحسب الولايات المتحده وفي بقعة محدده هي في شرق سوريا. لكن اللاعبين الاساسيين اللي هم بنقول عليهم الاطراف الضامنه لهذا الاتفاق، وللاسف لا توجد اي من الاطراف او القوى العربيه ضمن هذه الاطراف، وكأن المسألة السورية أو السيادة السورية تخص هؤلاء الأطراف ولا تخص أصحاب القضية ذاتها للأسف. فاللي عايز أقوله، الأمم المتحدة ظل دورها من خلال مبعوثها، طبعا بيدار في المناقشات داخل المؤسسات الدولية من هو الذي سوف يخلف ديمستورا، سواء كان بلغاري أو من بعض الدول الأخرى من دول غرب أوروبا، لكن حتى هذه اللحظة المسألة لا ترتبط بشخص الأمين العام أو مؤسسة الأمم المتحدة، وإنما هي الأطراف الضامنة اللي هي بيحركها مصالحها بشكل أو بآخر، وبالتالي الأمم المتحدة ليس لديها دور فاعل، وإلا كان لديها دور فاعل منذ بدء الأزمة السورية. طيب، دعنا نتحدث عن الأدوار الفاعلة والمؤثرة في الأزمة السورية كما ذكرت في كلمتك، ومنها الدور الروسي. كيف ترى تزويد روسيا لصواريخ S-300 لسوريا، ولأي مدى هذا الأمر بيزعج بشكل أو بآخر إسرائيل وأزعج أوروبا، وبطبيعة الأحوال طبعا في المقام الأول بيزعج الولايات المتحدة الأمريكية؟ شوفي، جاء يعني متفق عليه ما بين روسيا وبين الحكومة السورية ممثلة في نظام الأسد أن يكون هناك تزويد من جانب روسيا بصواريخ S-300. كان هناك اعتراض من جانب الولايات المتحدة ومن جانب إسرائيل تحديدا، لكن لم تبدي روسيا أي اهتمام، لا سيما بعد قيام إسرائيل بإسقاط الطائرة التي كانت تقل ما يقرب من 15 عسكريا روسيا في أحد المواجهات في الجو، لا سيما بعد قيام الجيش النظامي السوري بالتصدي لأحد الضربات الجوية الإسرائيلية، فكان نصيب هي سقوط الطائرة الروسية، وبالتالي قامت روسيا أولا جزء منها إعطاء رسالة محددة بأنه لا يمكن تجاوزها في مرحلة لاحقة أو الحق أي خسائر بشرية أو مادية بمصالحها داخل سوريا. إشارة ثانية لجيش الأسد والنظام السوري بأن روسيا هي حليف يمكن الوثوق به، وتمثل إشارة للأطراف الأخرى في مناطق مختلفة
إلى أن روسيا تمثل حليف يمكن الوصول فيه في مقابل الحليف الأمريكي الذي لا يمكن الوصول به في أي فترة من الفترات. الإشارة الثالثة للأطراف الفاعلة داخل الساحة السورية أن رمانة الميزان في التفاعلات داخل الساحة الروسية سواء بالنسبة للحليف الصديق أو الحليف الآخر المؤقت هو الحليف تركيا في إطار تحالفات الضرورة التي فرضتها الساحة. وأيضا إشارة لإسرائيل بأنه من الآن فصاعدا فأن أي خسائر تتعرض لها روسيا سوف تكون هناك ردود من داخل الساحة السورية. طيب فيما يتعلق بإعادة صياغة أو إعادة كتابة الدستور السوري من جديد، الحكومة السورية بالفعل تقدمت لمرشحين كأعضاء للجنة صياغة الدستور وكذلك المعارضة السورية. كيف تابعت يعني التشكيلة أو ربما الأسماء المطروحة؟ تم الإعلان عن البعض ولم يتم الإعلان عن البعض الآخر، وإلى أي مدى هذه الخطوة هامة بشكل كبير في تحقيق انتقال سياسي سلمي يعود بالنفع وبالإيجاب على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا بشكل عام؟ شوفي حضرتك، دي ضمن واحد من القضايا اللي بتطرح طوال الوقت من أطراف مختلفة، تطرح من جانب روسيا وتطرح من جانب الولايات المتحدة أو تطرح من جانب الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الأممية مثل الأمم المتحدة تحديدا. كل طرف بيحاول إن هو يطرح تصوره الحاكم. يعني الولايات المتحدة بتشير في هذه الجزئية أنه لا يمكن الدخول في مراحل الانتقال السياسي إلا في حال يعني عدم الدخول في مراحل إعادة الأعمار أو دعم نظام الأسد إلا حينما تكون هناك جمعية تأسيسية لتكوين الدستور السوري تشمل يعني مختلف ألوان الطيف السياسي. من الواضح أن لا زالت هناك قضايا عالقة ونقاط رمادية في هذا السياق. أولا مش واضح مين اللي هيبقى رئيس اللجنة التأسيسية لهذا الدستور. حجم التمثيل بالنسبة لكل طرف، احنا بنتكلم حوالين تمثيل للنظام السوري، تمثيل للمعارضة السورية المسلحة، تمثيل لممثلي الحوار السوري السوري في جنيف، ممثلين للمدني ده هي احد التحقيقات الحقيقيه سواء بالنسبه لممثلي العشائر السوريه او المجتمع المدني. المجتمع المدني كانت هناك يعني اشاره من جانب نظام الاسد انه لابد ان يطلع عن الممثلين بل يقترح ممثلي المجتمع المدني وهو ما يعترض عليه دي مسطورة مبعوث الأمم المتحدة في هذا السياق. الأكثر من ذلك أن هناك اعتراض سوري روسي تحديدا على الموقف الأمريكي الذي وصفته روسيا بأنه أقرب إلى تسييس إعادة الأعمار أو تسييس المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي، لأن من الواضح أن هناك شروط مسبقة تطرحها الولايات المتحدة، في حين أنه ليس هذا الموقف هو موقف كل من روسيا أو نظام الأسد أو الصين أو إيران أو غيرها من القوى الدولية حتى اللي دعمت سوريا بشكل أو بآخر خلال المرحلة الماضية. طيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة له مع وكالة رويترز في نيويورك تحدث على أن مساعي السلام في سوريا لم ولن يكتب لها النجاح ولم ولن تستمر في حالة استمرار وجود الرئيس السوري بشار الأسد، وتحدث أيضا على أن القوات التركية لم تترك سوريا إلا بعد انتهاء الانتخابات. يعني السؤال، من أين أتى هذا الأردوغان بهذا الكم الكبير من الاستعلاء والتبجح والكبر وأعطى لنفسه حق أن يتحدث باسم الشعب السوري، وهو أعطى لنفسه من هو من يقرر بقاء الأسد من عدبه ولم يطرق الكرة في ملعب الشعب السوري وهم أصحاب تقرير المصير وأصحاب القضية في هذا الأمر؟ الفراغ هو الذي يؤدي إلى ذلك. الفراغ اللي هو عدم قدرة نظام الأسد على أن يسيطر على كامل أراضيه فأدى إلى أن هناك بعض المناطق خارجة عن سيطرتي استطاع الجيش التركي أن يتمدد في تلك المناطق. اللي عايز أقوله لحضرتك أن الوجود التركي لديه وجود عسكري في 5 بلاد عربية، في سوريا، في العراق، في السودان، في الصومال، في قطر، وبالتالي في جزء منها
في نظرية شهيرة جدا في العلوم السياسية اسمها نظرية الفراغ، وهناك قوة مختلفة سواء كانت دول أو فواعل من غير الدول أو ميليشيات مسلحة هي التي تقوم بملء هذا الفراغ. جزء تاني مرتبط بترحيب بعض الدول العربية للأسف بهذا الدور الخبيث الذي يؤدي إلى الافتئات على السيادة الوطنية لدولة عربية شقيقة كانت لفترة طويلة واحدة من القوى الرئيسية تشكل هي مع مصر والعراق رمانة الميزان في المنطقة العربية. الجزء الثالث وهي أحد الأوراق التفاوضية التي تمارسها السياسة التركية تحاول أن يكون لها وجود حتى تحقق لها مصالح، جزء منها درء تهديدات مواجهة من حزب العمال الكردستاني الذي يتمدد على حدود كل من العراق وسوريا ويمثل مصدر تهديد للأمن القومي التركي وفقا لادعاءات رجب طيب أردوغان. جزء منه مرتبط بتصدير الخطر وتكبير الوحش اللي هو الخطر الذي يهدد الأمة التركية، هو بيتكلم عن الإرهاب، وده اللي خلى الأمة التركية في لحظة من اللحظات أن تنحاز لأردوغان، ليست لأفكاره ومبادئه وقيمه، لأنه هو أبعد ما يكون عن الديمقراطية أو الحريات السياسية. وغالبية التقارير الصادرة على منظمات حرية الصحافة وصحافة بلا حدود تشير إلى أكبر سجن للحريات وللصحفيين في العالم مقره تركيا. جزء الذي يهم تركيا أن تكون هناك أوراق تفاوضية لتركيا سواء في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التوتر الشديد في العلاقات الثنائية على خلفية قضايا ثنائية أو على خلفية أزمات إقليمية، أو فيما يخص رغبة تركيا أن يكون لديها أوراق تفاوضية مع القطبين الدوليين والإقليميين الموجود داخل الساحة الروسية وهو كل من روسيا وإيران. طيب دكتور محمد تسمح لنا معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية من الأستاذ الدكتور إلياس مراد عضو مجلس الشعب السوري متحدثا إلينا مباشرة من دمشق. دكتور إلياس بعد التحية، ما هو الجديد في رأيك فيما يتعلق بالأسماء المرشحة لإعداد لجنة لإعادة صياغة وكتابة الدستور السوري، وأهم وأبرز ربما العراقيل أو المعوقات أو التحديات التي تقف عائقا أمام سرعة إتمام هذا الانتقال السياسي والاستحقاق السياسي الهام؟ تحياتي لكم. ثانيا هذا لجنة الدستور هناك لغط شاهد بمفهوم هذه اللجنة ومهمة هذه اللجنة. هذه اللجنة لا علاقة لها بالانتقال السياسي، وليس هناك أصلا شيء اسمه انتقال سياسي. هناك مسار سياسي بعد تحرير الإرهاب وتحرير سوريا من الإرهاب والإرهابيين والخطوات السائدة الناجحة الآن في تطهير كثير من المناطق. كان هناك تسبية من الحكومة السورية لخاشين شخص ليكونوا أعضاء في لجنة قيامة إعادة قراءة الدستور، وخمسين من المعارضة وخمسين من المجتمع المدني. حتى الآن الدستور لم يستكمل تسمية ممثلين المجتمع المدني فيها، وأيضا تأخرت أو أخرت قراءات القائمة بين مجموعات متناحرة في المعارضة على التسمية لخمسين شخص. الدستور السوري القائم هو فريق في مناقشتهم لا هذا من ضمن الاتفاق العالمي في سوريا بحضور أكثر من 1400 شخصية من بينها المعارضة الموجودة في الخارج وبعض المعارضة في الداخل، وهناك مسار واحد لتعديل الدستور في سوريا هو أن هذه اللجنة. طيب دكتور إلياس اسمح لي يعني ربما بنعتذر لرضاءة الصوت من المصدر، سنحاول ونعاود الاتصال بحضرتك مرة ثانية للاستماع إلى رؤيتك التحليلية فيما يتعلق بالمسار السياسي الجديد لسوريا. وأجدد التحية بضيفي الكريم دكتور محمد عز العرب. دكتور محمد، يمكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أكثر من مرة وفي إطار أكثر من بيان أو تصريح
بأن هناك سلاح كيماوي بيتم نقله من أوروبا إلى فصائل المعارضة المسلحة في منطقة إدلب. السؤال، وإن صحت هذه الرواية الروسية، كيف لأوروبا والتي يعني دائما ما تقدم تصريحات إدانة وشجب واستنكار لبعض المزاعم التي يتم تسويقها باستخدام الحكومة السورية السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري، تكون هي ممر لانتقال السلاح الكيماوي إلى فصائل المعارضة السورية؟ يعني هو من الواضح ان اذا ثبتت صحة هذه الرواية، لانها لم يتم التأكد من سلامة دقتها، او أن كل الأسلحة تستخدمها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص خدمة مصالحها الخاصة. أما نيجي نشوف حضرتك أكذوبة امتلاك النظام العراقي في فترة حكم نظام صدام حسين لامتلاك الأسلحة الدمار الشامل بشكل عام، وثبت فيما بعد توجيه ضربة لإسقاط هذا النظام والحل الذي انتهى إليه العراق بعد 15 عاما من الاحتلال الامريكي ليه، والتصوير بانه يمكن ان تقوم هناك ديمقراطيه مستقره على انقاض الدبابات العسكريه. وبالتالي كان في جزء منه هو اسقاط واحد من القوى العربيه الرئيسيه في المنطقه العربيه. الاكثر من ذلك انه كان بيتم الاشاره بشكل او باخر الى امتلاك بعض النظم السياسيه الاخرى مثل النظام الليبي. لذلك كان يتم ايضا الترويج، وكان هناك توجيه لاكثر من ضربه عسكريه، الضربه التي وجهت الى مطار الشعيرات في عام 2017 والضربه التي وجهت في ابريل 2018 كانت بحجه ذلك. لكن من الواضح ان كل الدول توظف فزاعة أسلحة الدمار الشامل ومنها بما يخدم مصالح. طيب تسمح لنا دكتور محمد، عاد إلينا الاتصال الهاتفي من جديد دكتور إلياس مراد عضو مجلس الشعب السوري من دمشق. نستكمل حديثنا دكتور إلياس، ربما عندما طرحت لك تساؤل الانتقال السياسي كان لك تحفظا على استخدام هذه الكلمة، وإن كانت هذه الكلمة لا تخصني بشكل محدد وإنما جاءت على ألسنة عدد من المراقبين والمحللين والمتابعين للشعب والشأن السوري، ويعني فضلت استخدام المسار السياسي الجديد. بعيدا عن المسميات ما بين انتقال سياسي او مسار سياسي، هل الاجواء الحاليه والمعطيات والمؤشرات الحاليه بتسمح بشكل او باخر في اعاده صياغه وكتابه دستور جديد لسوريا في اطار من النزاهه والشفافيه؟ نعم، هذه اللجنه كما قلت يمكن ان تجتمع وتناقش الدستور القائم، لان مسار التغيير الدستوري في سوريا له اسس، بما انه رئيس الجمهوريه تغيير فقرات في الدستور او كل الدستور ويطرحه على استفتاء شعبي، او يكون هناك اغلبيه من مجلس الشعب تطلب تعديل الدستور. الان نحن في مؤسسات مستقره وفي دوله قائمه، ولسنا دوله فاشله او غير موجوده في مؤسساتها. هذه اللجنة التي تمثل المعارضة وتمثل الدولة السورية والمجتمع الأهلي تجتمع، الدستور أمامها، تناقش هذا الدستور، حينما تنتهي من صياغة المقترحات التي يتم التوافق عليها تأتي بطرح كل ما اتفق عليه أمام مجلس الشعب السوري القائم المنتخب شعبيا، يدرس هذه التعديلات ويقرها ويطرحها على الشعب السوري للاستفتاء. أي أن المسار له مرتسمات وله اصول قائمه، وليس دوله تقع في الهارات ويعاد صياغه الدستور من اطراف خارجيه او اطراف تم اختيارهم لتبديل الدستور او غير الدستور. طيب دكتور إلياس، الجيش العربي السوري بالفعل حقق وأحرز نجاحات واسعة كبيرة باستعادة الأراضي من جديد من قبضة الدواعش والميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة والمتطرفة. إلى أي مدى بهذه النجاحات التي تحققت تكون بمثابة الهزيمة الحقيقية للمخطط الأمريكي في محاولة تقسيم وتفتيت سوريا إلى دويلات صغيرة متناحرة؟ دعيني طالما تحدثت عن الجيش ان احيي الجيش المصري والجيش السوري معا، ونحن على اثار احتفال او بالاحرى نحن نحتفل بذكرى 6 من اكتوبر 6 من تشرين،
التي حقق الجيشان انتصارا كبيرا فيها على العدو الصهيوني. أعتقد أن المخطط الإسرائيلي الأمريكي في تقسيم سوريا قد سقط منذ استعادة مدينة حلب واستعادة بعض الجغرافيا السورية. الآن سمعنا كثيرا من الضجيج الغربي حول المعركة التي كانت يحضر لها المدينة جدة ولتحريرها من الإرهابيين. كان هناك ضجيج كبير لأن هذا يفسد كل الأحلام والأمال التي يعبرون عن تمنياتهم فيها من أن تبقى تحت سلطة الإرهابيين ولهم امتدادات فيها. ووافقت عليه الدولة السورية في إطار منطقة خفض التوتر هو في النهاية إعادة سيطرة الدولة السورية وإعادة المؤسسات إلى هذه المنطقة ومن ثم لاحقا إلى مدينة جدة سواء عبر انسحاب الإرهابيين منها إلى مناطق أخرى أو معركة عسكرية مع هؤلاء وتحرير مدينة إدلب وعودتها إلى الدولة السورية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور إلياس مراد عضو مجلس الشعب السوري متحدثا إلينا من دمشق. شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية. أعود من جديد لضيفي الكريم دكتور محمد عز العرب. دكتور محمد، يعني ربما لا يخفى على أحد دعم واشنطن للأكراد في سوريا وتحرضهم ربما بشكل أو بآخر على فكرة الانفصال. في المقابل هذه المساعي الأمريكية تثير حفيظة تركيا على سبيل المثال والتخوف من إقامة دولة كردية وهي تعاني من مشكلة الأكراد أو تحاول تسويق الوهم بأن الأكراد يسببوا لها مشاكل لا تعد ولا تحصى. كيف ترى الدور الأمريكي في هذه المساعي أو في هذه التحركات الداعمة والمساندة للأكراد؟ يراها البعض أنها يعني أدوار تخريبية ليست فقط في سوريا وإنما أيضا في المنطقة العربية ككل. هو طبعا أتفق مع حضرتك مع هذا التحليل، ولو رجعنا يعني منذ العام الماضي ونشوف الموقف الأمريكي من التحريض على استقرار الإقراط في الحالة العراقية والتصريح الشهير الذي قاله مسعود برزاني لم يقف معنا سوى الجبال، على نحو يشير إلى أن الموقف الأمريكي هو موقف متخاذل وموقف انتهازي لا يعبر عن الدعم بقدر ما هو تسويق هذا الخطر في مواجهة تركيا على سبيل المثال لتوظيف بعض القضايا. من الواضح أيضا أن الولايات المتحدة لا تتمتع من خلال حتى الوجود الميداني لشرق سوريا باعتبارها فاعل رئيسي يقارن مش هقارن بروسيا، ولكن لا يمثل رصيد في مواجهة الأتراك أو في مواجهة إيران. وبالتالي يعني جزء منها مرتبط بنوع من المساومات السياسية من جانب واشنطن تجاه تركيا، جزء منها لحفظ ماء وجه واشنطن أمام كل الفاعلين في الأزمة السورية لأنها لم تتمتع برصيد وتواجد ميداني حقيقي يجعلها فاعل رئيسي. الأكثر أهمية أنها تحظى باستعداء غالبية الأطراف وربما باستثناء الأكراد. يعني لما تيجي تشوفوا موقف نظام الأسد من الولايات المتحدة، موقف روسيا من الولايات المتحدة، موقف الإيرانيين من الولايات المتحدة، تجعلي أن كل هذه الأطراف في جانب والولايات المتحدة في جانب آخر. الأكثر أهمية من ذلك إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها استراتيجية سواء خاصة بسوريا أو أي من بؤر الصراع. إحنا بنقول طوال الوقت أن دولة زي الولايات المتحدة حليف وشريك رئيسي لقوات التحالف في استعادة الشرعية في اليمن. طب كيف يكون هناك الدعم اللوجستي والاستخباراتي اللي هو ما حسنش أوضاع هذه القوات؟ صحيح. شوفي حتى الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية، الولايات المتحدة جزء من مضاعفات عدم الاستقرار في الإقليم. طيب، في البعض ربما يروج لأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من وقت لآخر تحاول أن تسوق مجموعة من الأكاذيب فيما يتعلق باستخدام الحكومة السورية أو احتمالية استخدامها السلاح الكيماوي ربما في معركتها المحتملة على إدلب. هل هذا يأتي في إطار أو في سياق التحضير والتجهيز بهدف إيجاد ذريعة ربما للتدخل العسكري ضد دمشق ردا على النجاحات في المقابلة التي تحققت على يد الجيش العربي السوري؟ علشان كده كان هناك ذكاء من الموقف الروسي أنه تم التوصل لاتفاق مع جانب مع الأتراك، وده الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة. صحيح. إن هم كانوا بيخدم مصلحة كل الأطراف من الأطراف الضامنة في الأزمة السورية. يعني أولا بيخدم نظام الأسد لأنه هو
مش هيجعل هناك ذريعة للتعرض لضربة عسكرية ثالثة توجهها لإدارة ترامب، لأنه ضربوه ضربتين قبل كده. لكن هذه الضربات لم تؤدي إلى إلحاق أي خسائر من نوع ما تؤدي إلى تغيير موازين القوى ضد مصلحة نظام الأسد. نظام الأسد دلوقتي يستحوذ على ما يقرب من ثلثي الأرض السورية وفق تقديرات معهد الحرب الأمريكي. وهناك تصريح بالغ البلالة، بالغ الدلالة لنظام الأسد عفوا، أطلقه منذ يومين، وهو أن الجيش السوري يعني خرق يعني على أعتاب أن هو ينهي هذه الحرب خلال فترة صغيرة دون أن يحددها بمدى زمني محدد. النقطة الثانية، بيخدم نظام الأسد أن هو فعلا هينزع أسلحة الفواعل المسلحة العنيفة سواء كانت معتدلة أو إرهابية، لأن هو مش واضح حتى من ضمن القضايا العالقة هو مين المعتدل ومين اللي مش معتدل، مين اللي هو مدعوم من الأتراك، لأن هناك غابة. نحن نتحدث عن جيوش قطاع خاص عابرة للحدود السورية اللي غير المسيطرة عليها، بحيث اللي احنا مش عارفين، وبنبتدي نتكلم على قوات مدعومة من الأتراك، لكن هناك قوات أيضا مدعومة من أجهزة استخبارات لدول أجنبية. هناك أيضا ترحيب كان من هذا الاتفاق اللي هو اتفاق إدلب ما بين الروس وما بين الأتراك فيما يخص إيران. إيران هتجعل إن هي مش هتتعرض، هي وحالفها اللي موجود لأي ضربات، وجزء منها بيؤكد إلى إن إيران هي لها دور في معركة الحرب ضد الإرهاب، لا سيما بعد حادث المنصة اللي هو أسقط ما يقرب من 30 وفاة وما يقرب من 60 جرحى. الأكثر أهمية من ذلك هو يخدم السياسة التركية، أنه يحقق لها مصلحة بالنسبة لوكلائها في هذه البؤرة المسلحة، يساعدها على قدرتها على مواجهة حزب العمال الكردستاني بشكل أو بآخر، وبيدرأ خطر يواجه مصالح نظام أردوغان. الأكثر مصالح القوة الدولية الكبيرة وهي روسيا، أنها هي الطرف الفاعل والذي يهندس التحالفات على داخل الساحة السورية. طب يعني إذا كانت بالفعل روسيا تهندس التحالفات على الساحة السورية، بما تفسر التراجع الأمريكي في المقابل، التراجع في النفوذ الأمريكي، ربما أصبحت عدد من الدول تقاسم الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بالنفوذ أو بالريادة أو بالزعامة. اعتدنا في السنوات السابقة أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية منفردة دون أي دولة من دول العالم، وأن تكون مسيطرة على القضايا والمنطقة والملفات العربية المختلفة. دخلت أطراف أخرى، روسيا، الصين، تركيا، إيران وغيرها من الدول. تفسيرك إيه لتراجع النفوذ والزعامة الأمريكية؟ شوفي في حضرتك مجموعة أسباب، في مجموعة أسباب خاصة بالولايات المتحدة، وأسباب أخرى مرتبطة بالإقليم، وأسباب أخرى مرتبطة بالأطراف الدولية والإقليمية اللاعبة داخل الإقليم. فيما يخص الأسباب المرتبطة بالولايات المتحدة، هي إذا بدأ التراجع النفوذ الأمريكي ليس منذ عهد ترامب وإنما منذ إدارة أوباما. صحيح. لأن صحيح. إدارة أوباما ترى أن هناك أهمية أو خطر رئيسي يواجهها مرتبط بضرورة مواجهة النفوذ والتمدد الصيني في آسيا، وبالتالي علينا أن نركز في مواجهة رئيسية أكثر من الانشغال بمواجهات فرعية في مناطق مختلفة من العالم. هناك سبب آخر يرتبط بالولايات المتحدة، وهي حجم الخسائر البشرية والمالية التي تكبدتها في مرحلة ما بعد انخراطها، خاصة في مرحلة حكم جورج دبليو بوش اللي هي الفترة من 2001 لحد 2008، وإن أغرقهم في فيما يتعلق مبدأ بوش المرتبط بالانخراط في مواجهات عسكرية وإسقاط أنظمة، فما كان أن هناك يعني حالة تذمر من جانب الرأي العام الأمريكي من هذه السياسات الداخلية، لا سيما أنها أتت بسياسات ونتائج عكسية لم تصب في الساحة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأسباب المرتبطة بالولايات المتحدة. هناك أسباب أخرى مرتبطة بالأطراف الإقليمية والدولية المناوئة. أولا روسيا استطاعت أن هي تركز في بؤرة صراعية محددة، وهي مصالحها الاستراتيجية سواء كانت العسكرية أو الاقتصادية داخل الساحة الروسية، وبالتالي ما انغمستش في
بؤر صراعية مختلفة وحققت نجاحها، وأعطت انطباع بل وتأكيدا لمختلف القوى بأنها حليف يمكن الوثوق به ويمكن الاعتماد عليه في مراحل مختلفة. هناك أيضا أسباب، يعني بالإضافة مش عايز أطيل، الأسباب خاصة من الجانب التركي والجانب الإيراني فيما يخص مصر. هناك برضك أسباب مرتبطة بالأطراف أو البيئة العربية. أولا ما بقاش في طلب على الدور الأمريكي بشكل أو بآخر، لأنه واضح انتهازية هذا الدور، بل إن الدور الأمريكي هو معاقب للديمقراطية، غير داعم للاستقرار، بل في بعض الأحيان داعم لسكة الفوضى. وما نيجي نشوف موقف الولايات المتحدة من الحراك الثوري العربي، نجعل أن هناك دليل وأكثر من دليل على عدم صحة ارتباط الولايات المتحدة بفكرة الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط. طيب دكتور محمد، دعنا نتحدث عن الدور والموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود الممكنة لوقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات القرار 2254 وبيان جنيف 1. كيف تتابع الموقف المصري في التعامل والتعاطي مع الأزمة السورية؟ يعني الموقف المصري واضح ومحدد منذ اللحظة الأولى للأزمة السورية، لم يتغير سوى في مرحلة واحدة هي المرحلة الكبيسة خلال حكم الإخوان المسلمين، حينما كانت هناك تصور لتدريب للجيش السوري الحر. واحنا نيجي نشوف دلوقتي وجهات في سوريا وما طبعا إلى ذلك. فالموقف المصري يا استاذة أمل حكمه عدة محددات وركائز أساسية. أول محدد مرتبط بالحفاظ على، نقدر نقول، ما تبقى من وحدة الدولة الوطنية السورية. طبعا الدولة السورية مش هترجع زي 2011 بسهولة، يعني الدول عاملة زي الأفراد، أما بتعيا بتحتاج فترة طويلة شوية للنقاها حتى تتعافى. صحيح. وبالتالي الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية السورية، والدولة الوطنية السورية اللي بيمثلها في تلك المرحلة هو النظام الأسد. النقطة الثانية وهي مسألة التفكير في الحلول السلمية التفاوضية ما بين أطراف المعارضة التي يمكن إدماجها من داخل النظام وتحت المظلة الدولية بشكل أو بآخر، لأن لابد أن يكون هناك إدماج بشكل أو بآخر لأطراف المعارضة السورية المعتدلة. لكن يظل هناك التحدي كيف يمكن الفرز ما بين المعتدل وغير المعتدل. صحيح. هناك أيضا رؤية مصرية تؤكد بشكل أو بآخر ضرورة استمرار المعركة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، لأن التنظيمات الإرهابية يعني التنظيم الكبير اللي فيهم سواء كان تنظيم داعش وبدرجة ما بردك تنظيم القاعدة، رغم هزائمه في العراق وتقهقره في سوريا إلى أنه أنت بتتكلم، يعني التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة وبعض دوائر الاستخبارات لديه ما يقرب من 20 إرهابي، 20,000 إرهابي. وبالتالي خطر داعش، الدولة وقعت اللي هي الدولة الإسلامية، لكن خطر التنظيم لازال باقيا. ورغم احنا بنتكلم دلوقتي على ان احنا إدلب هي المعركة الأخيرة، لكن هذه هي المعركة الأخيرة بالنسبة للعمق. هنبقى بنتكلم بقى على معارك صغيرة بالنسبة للجيوب. وأتوقع حتى بعد أن يتم تسوية الاتفاق الخاص بإدلب أن يكون هناك ضربة عسكرية محدودة تتلوها حتى يمكن القضاء على الجيوب، لأن احنا بنتكلم أن الحدود السورية غير مسيطر عليها بدرجة كبيرة، وبالتالي الأطراف اللي هتبتدي تخرج هتخرج على فين؟ صحيح. والألغام اللي هتبتدي تسيبها هتسيبها إزاي؟ الموقف المصري أيضا مرتبط بضرورة مساهمة كل الفاعلين الإقليميين والدوليين في المعركة الكبرى المقبلة وهي المرتبطة بإعادة إعمار سوريا. واللي عايز أقوله الوجود المصري في المعارض السورية المختلفة المرتبطة بشركات المقاولات والإعمار بشكل أو بآخر بدأت منذ عام 2017، لا سيما وأن بدأ أيضا حجم الطلب الدولي على عودة افتتاح السفارات مرة أخرى داخل سوريا كانت بدأ. وبالتالي نحن نتحدث عن
مجموعة مبادئ بتعكس موقف السياسة المصرية ليست من الساحة السورية وإنما من الصراعات العربية. طب على ذكر حضرتك لإعادة إعمار سوريا أو على أن الدولة السورية في حاجة يعني أن تتعافى من جديد، ربما أحدث تقارير كانت صادرة من قبل الأمم المتحدة تتحدث على أن كلفة الدمار في سوريا 388 مليار دولار، طبعا ده رقم مفزع وكارثي ومخيف. السؤال، من الذي سيكون مسؤول عن إعادة الإعمار في سوريا، أو من هو من المتوقع أن يشارك أو يساهم في إعادة الإعمار، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار بأن المصالح في كل الأحوال هي المسيطرة والحاكمة في علاقات الدول مع بعضها البعض، وأننا لسنا في المدينة الفاضلة، وأن البعد الإنساني للأسف أصبح في ذيل القائمة وذيل الأولويات. اللي اليوم أولوية في إعادة الإعمار هي الأطراف الشريكة للحكومة السورية في تلك المرحلة. تمام. فمن الواضح إن لو بنتكلم حوالين كعكة إعادة الإعمار أو الغنيمة من المعركة المقبلة هتبقى في المقام يعني الأول. يعني الكعكة في التقسيم وفي إعادة الإعمار أيضا في المقابل. ما هو كله كعك. بس إيه، مش مقتصر بقى على الأعياد. ده مقتصر على مرحلة ممتدة، لأن إحنا بنتكلم في تعبير كان أطلقه وزير الخارجية الفرنسي أن الأسد كسب معركة الحرب، لكن هناك شك في أنه هو يعكس معركة السلام، لأن معركة تثبيت السلم والاستقرار أصعب بكثير من الحرب. فعندنا الأطراف الداعمة لنظام الأسد والحكومة السورية خلال المرحلة الماضية اللي هي كان كل من روسيا والصين، والصين كانت مكاسبها مش معاهدة إعمار بس، يعني هناك بعض الأفراد الصينيين يندرجوا في المقاتلين الأجانب، وهناك تخوف من جانب الصين من فكرة الصعود بالنسبة للمقاتلين الأجانب وعودة المقاتلين الصينيين إلى أوطانهم. أنا كنت في زيارة للصين منذ 4 أعوام، دي كانت قاسم مشترك في كل المسؤولين الصينيين والخبراء في الجامعة. هناك أيضا أدوار أعتقد هتبقى تصب في صالح إيران بشكل كبير، وهنا دور مش مرتبطة بعقود، لكن بتتكلم حوالين أن هيبقى في مناطق إيرانية بالكامل، وبالتالي للأسف سوريا الهوية بتاعتها هتبقى من ضمن التحديات والمعارك المقبلة المرتبطة بمنازعات لهويات أخرى. بنتكلم على مصانع مذهبية، بنتكلم على شركات إيرانية، بنتكلم على تشيع على المستوى الثقافي. إيران بتعمل مدارس، تركيا بتعمل مدارس، الأكثر أهمية أن دولة زي روسيا بتبتدي تدعو لمسألة الالتحاق بالشرطة الروسية داخل سوريا. الأكثر أهمية أن هناك في تراجع في السوريين بالإقبال على سوق العمل. هقول لحضرتك على حاجة بسيطة، هناك أحد الجهات السورية الحكومية كانت عرض أحد الوظائف، ما تقدم لها 500 شخص منهم 497 امرأة وثلاث أفراد آخرين فقط. ده بيعكس إلى أي مدى التغير في حجم قوة العمل السورية بسبب وجود الرجال على جبهات القتال. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. شرفتنا ونورتنا يا فندم، أشكرك جدا على تلبية الدعوة، وأشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام نهاية هذه الحلقة من المشهد. تقبلوا تحياتي ودائما للحلقة.